أنا بتكلم عن الكتلة الغالبة في مصر. هي الكتلة الغالبة في مصر هي الكتلة الغنية؟ لا، الكتلة الغالبة في مصر مش الكتلة الغنية، وده أمر ما تغيرش من سنين طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم. فأنا بتكلم لما بقول النقطة ديت، بقول إن الناس مش ما كانتش مستحملة وما زالت إنها تقدم تضحيات في ضوء حالة الفقر والعوز اللي عايشة فيه بقالها سنين. بس أنا عايز أسألكوا سؤال. في أب جه لابنه أو لولاده الأربعة خمسة اللي جابه، قال له ما تزعلش مني أنا جبت أربعة وأنا مش قادر أصرف عليهم، ولا بيقول له الدولة مش قادرة تأكلك؟ بيقول له إيه؟ بيقول له أنا كنت بحب العيال الكتير فأنا عشان كده جبت فسامحني، ولا بيقول له البلد دي مش نافعة قوم هدها قوم إيه؟ حتى مسلسلاتنا، حتى الميديا بتاعتنا كانت بتتناقش مع الموضوع دوت، الموضوع اللي هو ايه؟ ان مخليين، انا قلت الكلام ده قبل كده، الدولة خصم في مواجهة التحديات اللي بتقابلها. ما حدش قال ابدا ان قدرة الدولة المصرية بمواردها لا تستطيع ان تلبي ده.